الباحثون السوريون، سنعيد كتابة العلم بأبجدية عربية. ممارسات بسيطة لحماية الأجهزة الحاسوبية الشخصية. بعد أن أصبحت الأجهزة الحاسوبية بأنواعها جزءاً ضرورياً وحيوياً من نشاط الناس اليومي، وبازدياد تعرضنا لمخاطر انتهاك الخصوصية والإزعاجات المختلفة وضرورة حماية بياناتنا التي قد تبدأ من جدول المواعيد وصولاً لبطاقة الائتمان المخزنة على الحاسب، يجب علينا أن نعي على الأقل أدنى الممارسات التي ممكن اتباعها لحماية بياناتنا لنتابعها في المقال التالي. قد لا يبدو لك ذلك، ولكن جميع الناس يعرضون بياناتهم لمخاطر أمنية عندما يستعملون الحاسب حتى وهم في منازلهم، فسواء كنت مستخدما عاديا أم كنت قادرا على الوصول إلى معلومات حساسة، قد يستهدفك المخترقون والمخربون لشتى أنواع الغايات، وغالبا ما يلجؤون للقيام بذلك عندما تستخدم شبكة الإنترنت في المنزل، إذ غالبا ما تكون أقل حماية من الشبكة في مكان العمل. إليكم بعض النصائح البسيطة لتفادي التعرض لمثل هذه الهجومات والاختراقات عند استخدامكم للأجهزة الإلكترونية على اختلافها، بدءا من الحاسوب المكتبي والمحمول إلى الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية. أولا، قم بتحديث نظام التشغيل والمكونات الفيزيائية لجهازك. يشكل نظام التشغيل واجهة التخاطب الرئيسية بين المستخدم والجهاز، ويؤمن عمليات الإدارة السهلة للجهاز وأجزائه المختلفة دون أن يخوض المستخدم في تفاصيل العمل البرمجي والتقني. ولذا فإن نظام التشغيل لديك يعد حجر الأساس في الاستعمال السليم، ومن دون أدنى شك تمتلك أنظمة التشغيل المحدثة نسخا حديثة من تقنيات الحماية التي لم تكن موجودة في النسخة السابقة. تكون هذه التقنيات مفعلة بشكل تلقائي وتساعد في الحماية من أنواع الهجومات المعروفة. بالإضافة إلى ذلك، فإن استخدام نظام تشغيل معتمد على 64 بت على جهاز ذي بنية عتادية مصممة فيزيائيا على 64 بت سيكون أفضل حتما، إذ سيصعب مهمة الاختراق على المهاجمين بشكل كبير. ثانيا، قم بتنصيب برنامج مكافحة فيروسات جيد. يجب القيام بتنصيب حزمة من برامج الحماية والتي توفر التصفح الآمن وتقنيات الجدران النارية وحماية ضد الفيروسات والبرمجيات الخبيثة والضارة. وتحتوي برامج الحماية على قائمة سوداء تعرف بها التطبيقات ذات السمعة السيئة والضارة غير المرغوب بها، ويمكن تحديثها دوريا عن طريق الإنترنت. كما يجب الحرص على تفعيل خيارات التحديث التلقائي لهذه التطبيقات من أجل الحصول على آخر إصدارات تقنيات الحماية. ثالثا، قم بتحديد صلاحيات الوصول للحساب الرئيسي للجهاز. تمتلك أنظمة التشغيل بشكل عام ما يسمى الحساب الرئيسي، المدير administrator في ويندوز أو الجذر root في لينوكس، ويمتلك هذا الحساب عادة صلاحيات مطلقة في الوصول إلى جميع البيانات على الجهاز المعني وتغيير أي إعدادات متعلقة بالنظام وإضافة أو إزالة البرامج والأجهزة. ولذا فإن التطبيقات الخبيثة والفيروسات يمكن أن تتسبب بضرر أكبر إذا ما تم تنفيذها عندما يكون المستخدم قد سجل الدخول بالحساب الرئيسي. للحد من الضرر الممكن حدوثه، يتم إنشاء حساب ذي صلاحيات محدودة يستخدم لتنفيذ الجزء الأكبر من العمليات والأنشطة، ويقتصر بالتالي استخدام الحساب الرئيسي المدير على تعديل إعدادات النظام وتثبيت البرمجيات والتحديثات. رابعا، قم باستخدام متصفح ويب مع تقنية الصندوق الرملي Sandbox. يرتبط تصفح مواقع الويب بخطورة زيارة مواقع مصابة بفيروسات أو تطبيقات خبيثة، ولذا يتم اللجوء لاستخدام متصفحات كجوجل كروم أو موزيلا فايرفوكس أو سفاري، والتي تقدم تقنية الصناديق الرملية، وهي عبارة عن صناديق افتراضية تقوم بعزل التطبيق المستخدم عن نظام التشغيل، بحيث
لا تخرج الأكواد التنفيذية للمواقع خارج الصندوق، ويتم فيها تطبيق التعليمات المشبوهة والتأكد من خلوها من أي مسبب للأذى، وتعمل بذلك كحجرة عزل صحي للحد من خطورة التطبيقات الخبيثة والفيروسات. خامساً، قم باستخدام قارئ مستندات PDF مع تقنية الصندوق الرملي. من الشائع جداً في عالم الإنترنت أن تستخدم المستندات ذات اللاحقة PDF لأغراض زرع وتنفيذ التطبيقات الخبيثة على الأجهزة المستهدفة، ولذا ينصح باستخدام تطبيقات قراءة لهذه المستندات بحيث تقدم خدمات صناديق الرمل المذكورة في الفقرات السابقة. ومن هذه التطبيقات نذكر أدوبي أو فوكسيد مثلا، والتي تقوم باحتواء وحجب تنفيذ الروابط المضرة المتضمنة في المستندات. سادسا، قم بتشفير محتويات القرص الصلب بالكامل FDE. يتم تطبيق التشفير الكامل للقرص الصلب Full Disk Encryption FDE لمنع حدوث تسرب وكشف للمعلومات في حال سرقة أو ضياع جهاز محمول مثلا. تقدم معظم أنظمة التشغيل الحديثة خدمات التشفير الكامل للقرص الصلب بشكل افتراضي، وهي مثلا بالنسبة لنظام التشغيل ويندوز خدمة بيت لوكر، وفايل فالوت بالنسبة لأبل، ولوكس بالنسبة للينوكس. سابعا، قم بتحديث إصدارات التطبيقات البرمجية. يستهدف المهاجمون عادة التطبيقات القديمة غير المحدثة في بحثهم عن الثغرات المتاحة لدى الجهاز المستهدف، ولذا تبدو فكرة تفعيل خيارات التحديث التلقائي للتطبيقات فكرة سديدة بالرغم مما تفرضه من استخدام قد يكون عاليا لحزمة الاتصال بالإنترنت، ولكنه ضروري جدا من النواحي الأمنية. وتوجد العديد من التطبيقات التي لا تقدم خدمات الإشعارات بالتحديثات ورسائل التنبيه المؤتمنة، ولذا يمكن اللجوء إلى تطبيقات الطرف الثالث والتي تتولى هذه المهمة مثل سيكونيا أو EI Digital Security. تقوم هذه التطبيقات بمسح سريع للتطبيقات المثبتة على الجهاز وتقدم تقريراً بكافة التطبيقات التي تحتاج تحديثاً ما. ثامناً، قم بتحميل التطبيقات من المصادر الموثوقة فقط. يجب تحميل التطبيقات الحاسوبية وتطبيقات الهواتف الذكية من المصادر الموثوقة فقط لتقليل احتمالية تحميل تطبيقات مضرة وفيروسات. وبالنسبة للهواتف الذكية، يجب الحرص على إعطاء الصلاحيات الضرورية فقط للتطبيقات المثبتة، وإلغاء تفعيل صلاحيات تحديد المواقع الجغرافية والكاميرا والوصول للبيانات عند عدم وجود حاجة لها. تاسعاً، تأمين وحماية الأجهزة المحمولة. تتعرض الأجهزة المحمولة كالحواسب المحمولة والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية لمخاطر إضافية بسبب سهولة تشغيلهم واستخدامهم ونقلهم. وللحماية ضد سرقة هذه الأجهزة وسرقة المعلومات التي تحتويها، يجب الحرص على حمايتهم بشكل فيزيائي قدر الإمكان، وتفعيل خاصية القفل التلقائي بعد فترة من عدم الاستخدام، واختيار كلمة مرور قوية يصعب التنبؤ بها. ولمزيد من الحماية، إذا كنت مضطرا لترك الحاسب المحمول في غرفة الفندق مثلا والمغادرة، فيجب تطبيق التشفير الكامل للقرص الصلب كما ورد سابقا وإطفاء الجهاز.